خيول جل مغمرات يا حي. مثير عبد الله بخلفان بدويس الشامسي من يحقق اول اشواط القعدان المحليات الاصايل. تهانينا والناموس على فوز مثير وحصوله على المركز الاول. اشواطنا مستمره ايها الحبل الكريم، وسير مع شوطنا الرابع والمتمم للجولة الاولى في هذا الصباح. مقدمه الشوط والمركز الاول يتقدم اللي هو لهب بطي بن سيب بن عبد الله بن براك الظاهري، يتقدم مع المركز الاول في هذا الاوان، بينما المركز الثاني يتقدم من الطرف الاخر بلقى اللي هو منذر، ومحمد بن سيل بن خيره العفاري خذ المركز الثاني. المركز الثالث هو الحبل الكريم يتقدم في هذا الاوان، وياتي اللي هو الحريثي بن هيان بن مبارك بن محمد بن هدفه العامري خذ المركز الثالث. المركز الرابع الوصول مع وضاح حمد بن سالم بالاسود العامري يتقدم مع المركز الرابع في هذه اللحظات. وبهذا الانطلاق المركز الخامس وهذا الوصول مع المركز الخامس من خلال تواجد ايها الحبل الكريم. وتقدم اللي هو ياتي الشبابي حمد بن محمد بن سالم السمح العامري، قدم الشبابي مع المركز الخامس في هذه اللحظات. اتابع هذه الانطلاقات وهذه الابداعات المستمره ما شاء الله. شوفوا الاسماء، شوفوا ايضا المشاركه، وشوفوا هذه ايضا الاثاره مع تواجد هذه الشعارات التي زينت ساحه هذا الميدان وسارت في هذا المسار ب 21 قعود انطلق في هذه اللحظات وبهذا الابداع المستمر. هذه هي الاسماء، هذه هي الشعارات التي توضح لكم الصوره امام انظاركم ايها الحبل الكريم، والتي تسير في هذا الانطلاق المثير ما شاء الله. الله، شوف تابع مقدمة الشوط والمركز الأول أيها الحبل الكريم. الصدارة والقيادة هناك بعود مع المركز الأول. شوف الانفراد الإذاع، شوف انفراد الإذاع، وشوف أيضا انتشار الشعارات في ساحة هذا الميدان. وتقدم أيضا مع اللي هو أيضا لهب مع المركز الأول، لهب على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول. بطيب السيف بن عبد الله بن براك الظاهرية تقدم بهذا التقدم مع سلالة لهب على مقدمة الشوط مع المركز الأول.
مع هذا التحدي والابداع المثير على الصدارة وعلى مقدمة هذا الانطلاق. المركز الثاني الحريثي يتقدم مع المركز الثاني في هذا الاوان، ونهيان بن مبارك بن محمد بن هدبة العامري قدم الحريثي مع المركز الثاني في هذه اللحظات. اتابع المركز الثالث في هذا الانطلاق والتقدم مع اللهوه ياتي منذر محمد بن سيل بن خيرها العفاري، خذ المركز الثالث في هذا الانطلاق بهذا الشعار اشعار بن خيرها العفاري، يا سلام عليها. شوف اتابع المركز اللي بعده، المركز الرابع يتقدم ايها الحفل الكريم وياتي موفق بخيت بن خليفه بن محمد بن خليفه العميمي، ياتي بدوره في هذه اللحظات. اهالي سويحان حاضرين في هذا الانطلاق يتقدمون في هذا الابداع المثير مع المركز الرابع. المركز الخامس خامس التحديات، واشوف الوصول واشوف التقدم، هذا هو ياتي كذلك ويخطف المركز الخامس اللي هو الشبابي وحمد بن محمد بن سالم السمح العامري، ياتي بدوره مع الشبابي خاطفا للمركز الخامس في هذا الاوان. اتابع بعد المركز الخامس واشوف لهذا القعود الذي قادم ايها الحفل الكريم بهذا التقدم وبهذه الاثاره المستمره ما شاء الله تبارك الرحمن، لكن بسير هناك وبتابع للشعارات الاخرى، اتابع الشعارات الاخرى، اتابع هذه ايضا المجاميع التي سارت في هذا المسار. 3 كيلومتر 3 كيلومتر تفصلنا عن الوصول وعن العبور نحو خط النهايه. هكذا الابداعات ايها الحفل الكريم، وهكذا الانطلاقات، وهكذا ايضا الشعارات ابن القبائل التي سارت بهذا المسار مع انطلاقها الرابع في مجموعه الاشواط في ترتيب العامة الأشواط العامة في هذا الصباح. هذا هو يتقدم على مقدمة الشوط اللي هو أيضا لهب، لهب مع المركز الأول، لهب على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول. يقدم لهب بطيء بن سيف بن عبد الله بن براك الظاهري مع المركز الأول مع هذا التقدم مع هذا الإبداع المثير على الصدارة على المركز الأول ما شاء الله. شكرا يا بن براك على هذه المشاركة وعلى هذا الشعار والتقدم مع لهب على مقدمة الشوط، لكن أهالي سويحان أهالي ميدان التراث قادمين في هذه اللحظات وبهذه التحديات مع موفق أبو خيت بن خليفة بن محمد بن خليفة العميمي، ياتي بدوره في هذا الانطلاق في هذه أيضا التحديات المستمرة. وصلنا وين؟ اقتربنا من لفتة الكيلو والمتر الأخير، 6 كيلومترات اليوم، اليوم غير، اليوم الابداع غير والتحدي غير والاثاره مستمره. هذا هو لهب، لهب على مقدمه الشوط مع المركز الاول، يتقدم الجموع في هذه اللحظات. بطي بن سيف بن عبد الله بن براك الظاهري يتقدم بهذا التقدم وبهذه التحديات المستمره على الصداره وعلى مقدمه الشوط مع المركز الاول. يا سلام، شوف تابع يا من تبى تتابع في هذه اللحظات. بدينا نتجه نحو خط النهاية، بدينا نتجه إلى خط النهاية في هذه اللحظات بهذه الانطلاقات المثيرة وبهذه المهجنات الإذاعة القعادين. يا سلام، شوف الوصول وشوف التقدم في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق المستمر ما شاء الله وتبارك الرحمن، لكن الوصول والتقدم من خلال تواجد اللي هو المارد ومبارك بن هدي بن بطي بن دبيثان الشامسي، يقدم اللي هو المارد في هذه اللحظات. المارد يتقدم، المارد ولهب كذلك بدوره في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة ما شاء الله وتبارك الرحمن. هكذا الإبداع، هكذا التحدي، هكذا الإثارة، هذا المارد بن هدي، هذا لهب أيضا بن براك. اللحظات الأخيرة، التحديات المثيرة، الانطلاق. بدينا مع الميتين، بدينا مع الميتين، وهذا هو يتقدم على الجموع وينطلق بهذا الانطلاق. المارد، 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 المارد مع المركز الأول، المارد على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذه
التحديات المستمرة. تهانينا وناموس لمالك المارد على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. مبارك بن حسين بطيب المثار الشامسي المكة الثانية عند لهب، أيضا بطيب سيب مبارك الظاهر المكة الثالثة الوصول، وتقدم مع حشيم سيب المطر بن حمد بن عمير الشامسي الرابع، كان الوصول مع أيضا مع معزم أو ملزوم يقدم أيضا راشد بن عبيد بن محمد بن عبيد المهيري، والمركز الخامس كان تقدم من خلال تواجد موفق بخيت بخليفة بن محمد بخليفة العميمي. هذه نتائجنا 9:34. تهانينا وناموس لمالك أيضا مشاهد الكرام اللي هو المارد بطي بن حدي بن بطي بن دبيثان الشامسي، والتحية لهدي وبعيره.